أعرب الرئيس السيسي عن شكره للمستشار الألماني أولاف شولتز على تقديم بلاده للدعم لمصر أثناء تنفيذها برنامج عمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة، أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تقديم الدعم من ألمانيا وتمويل مخاطر الائتمان لهذا القرض الضخم الخاص بالمشروع. بوجه الشكر للمستشار شولتز. نفس الكلام، إحنا لما جينا نخش في برنامج لعمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة وفي إطار أيضا عوامل المناخ، مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته. كان في دعم قدم لنا، ولما قصدنا أن مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا، حصل ده، حصل هذا الأمر، وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده. القرض ضخم برقم كبير وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة ديت لزمايلنا اللي بيسمعونا وليكوا كلكم، إن الشراكة التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم.